السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ صحيحتكم؟ لاباس؟ كل شي مزيان في امان الله وحفظه؟ اش كتعاودوا؟ كل شي مزيان. نهار جديد، فيديو جديد، قناة الهنون بوشرى المتنوعة ديما معاكم وغتبقى ديما معاكم، وكنحبكم وكنموت عليكم وكنقول لكم راني توحشتكم بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي على هاد العكسة هادي، راني راسي ما نقولش لكم الشقيقة شنو دارت لي يا عباد الله، قتلاتني الشقيقة، قتلاتني ديال بصح. مهم، ربي يسخر ربي يسر ربي ربي شافينا كاملين، المريض الله يشافيه، واللي ناوي شي حاجة زوينة في حياته الله يعطيها ليه، واي حاجة زوينة في الدنيا بغيتها ليكم كاملين احبابي وصحابي، وشان نقول لكم كنموت عليكم وكنحماق عليكم. هاد النهار هذا سبيسيال، غادي ندي اختي الفراقة، تفرق لبنتها، ما كتنعش ليها، ما كتنعش وما كتنعش ما كتنعش ما كتنعش، كتخلينا فايقين. المهم البنات غتمشيو معايا ان شاء الله. المهم البنات، واقفه كنتسنى ديجا اختي عند الفراقه، واحد من الطوموبيل ما فهمش كيعجبهم غير الزحام، سبحان الله، جا ضرب المرايه، ها هو اللي كيبلاصي مورايا، ما فهمت والو والله، ما فهمت شي حاجه بالله. المهم البنات نتوما معايا اليوم ان شاء الله، نمشي نقضي مع اختي الشغل وعاد غنمشي للخدمه، وعاد راني معروضه اليوم ان شاء الله، كاينه مفاجاه اليوم ان شاء الله، نقدر نشاركها معكم نقدر ما نشاركهاش معكم، على حسب سا ديبا، على حساب سا ديبو يا البنات. المهم انا هذا الفيديو هذا درته خصيصا لانني توحشتكم وتوحشتكم بزاف 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 بزاف، كنبغي نطلع معاكم لايف بكل صراحه. الدراري الصغار قتلوني، ها انتم دليل، ها هو حدايا، ها ها ها، قول صحابي لاباس، قول طاطاواتك طاطا صحابي هما طاطا حفيده اللي خرجوا صحابي نضربهم. شوما شوف دابا البنات غايقولوا لك انت باسل، شوف صحاباتي انا غايقولوا لك انت دابا باسل، شوما عيب 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 انا يضل عيب. اش كتقول لصحاباتي؟ اش غتقول لهم؟ ضربوني صحابي. ايوا هو كيتشكى عليكم نيضه المسكين، ضربوه صحابو، اها شنو غنقول لهم مازال؟ قول لهم الدر صور ضربني انا. تدري قال لك ضربوا الراس، شتيو البنات شتيو، مسكين هو هو كيتعداو عليه، هو ما كيدير والو، ولدي انا نيضال ياك نيضال. دسكني من ظهر بعدا سنين ليدي وانا ضربت شو المقاله. الابطال انت ابطال، معلوم انت ابطال، يلا انت ابطال. قالوا لك البنات واش كتبغيهم ولا لا؟ نبغيهم. كيبغيكم شي؟ كتبغيهم بزاف ولا شويه؟ بزاف. ها انتم البنات كيموت عليكم. المهم هذا نهار وحده اخر عاوتاني مع هذا، هذا بوحديتو، هذا النهار اللي غنقرر غندير واحد الفلوغ وغنديرو غير انا وياه فقط. البنات راه كيخليني انا بالعقل، كيقتلني بالضحك. فين نمشيو اخويا؟ اها من بعد؟ ايوا من بعد نمشيو مكناس. شنو نديرو في مكناس؟ يعطيني بابا انا نخرج انا وياه نجيبو الخبز، اها ونجيبو المناطة وبطاطا بابا تشري هذيك الحلوى بوحدك ناكلها. المهم البنات كنموت عليكم وكنحمق عليكم عباد الله، انا غادي نرجع عاوتاني لنفس الفيديو اللي قبل من هذا اللي قبل الاخير. انا ما كنتصنعش، كنت نتصنع كره تندير الماكياج ونقد راسي ونصاوب داكشي كامل عاد نطلع في الفلوق. انا الحمد لله عروبي وبنت عروبي وجدي جد 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 جدي عروبي الحمد لله، كبره في المدينه وعايشه في المدينه وخدامه في المدينه، ولكن الدم ديالي كيسال معاه تعروبيت، الدم ديالي كيسال معاه تعروبيت. انا هكا الحمد لله ما كنتصنعش وما كنتزوقش عاد تنطلع،
وبزاف الحوايج، بزاف 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 الحوايج. عايشه باللي قسم لي الله وباللي عطاني الله، ما كان تعلق في نتفلق، ما الحمد لله عايشه باللي عطاني الله. والناس اللي سبحان الله، يا سبحان الله، انا ما فهمتش. قال لك واحد المثل المغربي، الراس راسي والناس حيره بيه، الراس راسي والناس حيره بيه. ما فهمتش واش ما كتلقاوش فين من تشدو غير في بوشره الهنون، راه حشومه عيب وعار. المهم انا راه كنهضر وهما عارفيني على من كنهضر، هما عارفين ريوسهم على من كنهضر. الله شغنقول لكم، الله يهديكم على ريوسكم، الله يهديكم على ريوسكم. اما انا كنحمد الله وكنشكر، دايره مستقبلي، عندي خدمتي موظفه الحمد لله. بزاف الحوايج كنصنعهم من راسي وما كنتسناش بنادم يديرهم ليا. وزيد 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 وزيد، انا ربما عندي النفس ديال الرجال، عندي النفس ديال الرجال ديال الرجال ديال الرجال ديال بصح. انا حبيبه كل حولي انت غزاب لي ماما حلوي كل يوم حلوي. واخ قال لكم نضال، ماما جابت لي حلوي، هو الحولي صافي. قلت لكم والحمد لله، الحمد لله. اللي كيقول لك انا كنتصنع، ايوا ها نتوما كتشوفوني ديما بجلابه بعكسه، الحمد لله. ما يعني ماشي يعني هذا هو التصنع، يعني تنزوق نولي كالطريجه عاد نبان لكم، هذاك هو اللي سميتو التصنع. والحمد لله راه فين ما كتشوفوا طلعوا الفلوغات ديالي كاملين، لي فيديو ديالي كاملين ديال اليوتيوب، غتلقاوني انا ما كنعكر، ما كنكحل، ما كنسوق، ما كندير حتى وحده، ديما طالعه ملطه، ديما طالعه سامبل، يعني ماشي من نوع. انا الحمد لله ماشي من نوع، الحمد لله رحمك الله يا عبد الله، انا ماشي من داك النوع اللي نتسوق ولا هادشي اللي عطاني سيدي ربي. كنبقى عروبيه، عروبيه جدودي عروبيين، جدود جدودي عروبيين، جده وديه وبا الله يرحمه، الله يرحمهم بجوج، جده وديه وجدي صحراوي، يعني عروبيين عايشين في العروبيه الحمد لله. ما كنديو ديال حد، ما كنهبو ديال حد، الحمد لله الحمد لله. واللي عايش هكاك غيبقى ديما هكاك، اللي عايش في النهب والشفره والطنز والطنز غيبقى ديما هكاك، وغيبقى ديما هكاك، وغيموت بحال هكاك. الله يستر الله يستر. والله الا البنات انا الحمد لله عندي واحد النفخه ديال الرجال، ديال الرجال ديال بصح، ديال جدودنا. اما ديال دابا راه ما كاينش، ديال جدودنا، عندي النفس ديال جدودنا الحمد لله. اطاطا مازوط، شكون غيديروا لينا؟ انايا واخ غنديروا المازوط واخ. ايوا هذا ما كان البنات، هذا ما كان، هذا ما كان، والله يهدي ما خلق. وعلى يزيد واخ، دابا نهضروا على يزيد، دابا عليه وعلى يزيد واخ. المهم البنات حنايا عايشين باللي عطانا الله الحمد لله، ما عندناش ما خصناش الحمد لله. ورصا صاحبي رصا، والله ديما خلق. نقولوها ونعاودوها، نقولوها ونعاودوها ونعاود نعاودوها. نعم ديما ما شافوهاش واخ. من كيكون معايا في الطوموبيل ديما ديك الاغنيه هي اللي كتسكتو من كتكونش ماما. واخا حبيبه، واخا حبيبه بلاتي نبرك عليها، انت غتمشي عند بواك مابقاش جالس معايا. المهم من هذا باش ما نتقلش عليكم، ويكون فيديو خفيف ظريف على قلوبكم، ونكون خفيفه انا على 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 القلوب ديالكم، ما نكونش بزاف. المهم انا راه ما كنلقاش على من نشكي، كنشكي عليكم اخوتي يا احبابي، وكنلقى لي كومونتير الحمد لله اللي كيفرحوني بكل صراحه. بعض المرات كيكون طغال عليا الدم، وكندخل كنتفرج في راسي، ماشي كنتفرج في راسي، كنقرا لي كومونتير، وكنلقى شي كومونتيرات زوينين يستاهلوا انني ندخل على ودهم ونقراهم
وبزاف الحوايج كيفرحوني. اما اللي كيقرحني راه خليت ليه الله، غادي نقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غادي نقول، وخلينا نهضر مع البنات اصاحبي لعب. هادشي اللي غنقول لكم البنات، كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وما نكونش ثقيله ثقيله ثقيله، وكنحبكم ونموت عليكم. وبكل صراحه القلب كيرتاح مني كنهضر معكم بحال هكا، وحق الله العلي العظيم. المهم البنات، كنتسنى لي كومونتير ديالكم، واللي ما تابوناش يتابونا معايا، وديما لي جيم البنات، كتنساوني في لي جيم احباباتي، كتنساو بعض المرات تنتقلق تنتعصب. المهم نتوما راه حباباتي وصحاباتي وخوتي، ما نساوش الرجال حتى هما راه خوتي وصحابي وحبابي. بكل صراحه انا كنعاش الرجال على البنات بزاف، علاش ربما كنقول ما نعرف، هادشي اللي كيقول لي راسي ما نعرف، الرجال فيهم شي حوايج ما كاينينش في العيالات، يعني ملي كتكوني كتعاودي ليهم كيتصنتوا ليك بزاف د الحوايج. حاجتك الا قلتيها راه كتبقى تما، يعني ما كيعاودوش السر ديالك، يعني بزاف 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 بزاف. اما بالنسبه البعض، ماشي كلشي يا البنات، ماشي كلشي، كلكم صحاباتي وحباباتي، وكنموت عليكم وكنحماق عليكم، وبيكم نتوما انا باغا نطلع بيكم، باغا نطلع ولا ما بغيتوش داكشي ديال الله. المهم حنا كنضحكو وكنلعبو وكنبسطو مع بعضياتنا. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم. اش كدير؟ واش نسد؟ ماشي هكاك سدان، هكا هكا. يلا شرينا السيبورة باقا جديدة ديال الطونوبيل، طلعت دابا باش غادي نحط على التليفون، بقيت عيدي وباي باي تهرسات. إيوا ليا الله ليا الله ليا الله. المهم ماشي مشكل، ماشي مشكل البنات، ماشي مشكل الدراري الصغار هما هادو. المهم الحبابات، كنتمنى ان لا فيديو ديالي غنعاود هذه المره يمكن الرابعه، التكرار تكرار البنات، وجمله مفيده ما كايناش ياكو، ماشي مشكل. كنتقبل اي حاجه قلتوها، وكنتقبل اي حاجه قلتوها ودرتوها وكتبتوها وشفتوها، يا زوينه يا خايبه قلتوها، ماشي مشكل، حنا حبابات وصحابات ماشي مشكل. المهم البنات، كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ونكون نكون عند حسن الظن ديالكم. بكل صراحه راه قلتها، ما كنلقاش على من نخوي قلبي، كندخل اليوتيوب يعني كن واخا ما كنقولش داكشي اللي في قلبي، مازال البنات مازال، راه قلت لكم عندي واحد الموضوع اللي هو حساس جدا، وبغيت نشاركو معاكم وتعطوني الراي ديالكم، معذبني ما نكذبش عليكم، معذبني في حياتي. المهم هذا موضوع واحد اخر، تنقرر يعني راه قلت لكم داك النهار، قلت لكم تنفكر 100 تفكيره باش نشوف ندير فلوغ ونشاركو معاكم البنات، حيت نتوما عائلتي الثانيه. بكل صراحه كنرتاح مني كنهضر معاكم، كنرتاح مني كنشد التليفون وكنبقى نهضر، كنرتاح وحق الله العلي العظيم. الا ما كنرتاح بعض المرات راه كيكون طالع لي الدم، وتنقول نهبط غير حدا البحر وندير للبنات صحباتي فلوغ ونلحف، تنقول علاش هما عندهم المشاكل ونزيد مشكلتي انا، تنقول اللهم خلاه في قلبي ماشي مشكل. اطاطا وبلاتي يا صاحبي نهضر مع الحبابات، اش غتقول تطاطواتك تطاطواتك وعمامك، اش غتقول ليهم؟ نقول ليهم شميس ضربني. لا اش غتقول ليهم؟ بحال البارح قلتي لي غنقول ليهم كنموت عليكم وكنحماق عليكم. اها البارح جالسه ويقول لي طاطا نديرو التيك توك، قلت لي علاش؟ قال لي باش نقول لي باش نقول الحبابي شنو؟ سامحي وهاد اللي جابوا لي. لا باش قلتي لي؟ لا ماشي عيد ميلادك، قلتي لي غادي نقول لحبابنا وصحابنا كنموت عليكم كنحماق عليكم، شنو ديك الكلمه اللي كنقول انا وانتوما ديما؟ لا نقول لهم شري هادي حطوا لي عيد ميلادي. اه هو
وانتي عندي مبارك حيت مقاوله البنات. قلت لهم ان شاء الله هذا العام انا اللي غندير لي عيد ميلاد. العام اللي فات ما درناش كانت كورونا. ان شاء الله يحيد علينا هذا المرض هذا ان شاء الله يا ربي، ونشوفوا يعني ايام زوينه من بعد. وان شاء الله وليدي ندير لي عيد ميلاد وتشاركوه معايا نتوما البنات من طبيعه الحال، ياك شاركوا معايا البنات نتوما من طبيعه الحال. سي نغمض نسيد الله. قالك هو غيغمض عيني والحل اها وقعد ميلاد. واو واش غتقول لي ديك الساعه من عندي لك عيد ميلاد؟ اش غتقول لي؟ نقولك شطران 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 ويعطيك الطاكسي دارك. صافي غتجري عليا، غندير عيد ميلاد وتجري عليا صافي. يوم ما نديرش لك عيد ميلاد. بلي ماما انا اللي عندي لولدي عيد ميلاد هذا العام ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله تفيد عنا الوباء. ماماك صافي يلا بعد مني غنديرو التسنيم، ما غنديروش لك انت، غنديرو التسنيم ونور نور الياسمين يلا صافي. عيد ميلادها عيد ميلادك غنديرو لها واعر حيت انت ما بغيتيش عيد ميلادك. لا ما نوخاش عيد ميلادي ناري هو ونور الياسمين. ديري كي القط مع الفار سبحان الله. انت وياسمين بجوج خوت. لا لا اختك. لا ما لا ما 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 جيتش عند الدار. وليش بغيتي تبكي؟ لا ممنوع ممنوع صافي ممنوع. المهم البنات هذا هو الاخر ديال لا فيديو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وبكل صراحه كنموت عليكم وكنحماق عليكم، كنخرجها من قلبي راه ماشي البنات غير من هنا لهنا، قسما بالله العلي العظيم اللي كنخرجها من القلب، اعماق القلب قسما بالله. المهم البنات كنموت عليكم وكنحماق عليكم، وديما قناه الهنون البشره المتنوعه ديما راها معكم، وان شاء الله راه دابا حاليا ماشي دابا حاليا يعني دابا راه قلت لكم في رمضان مورا رمضان ان شاء الله غيكون غير الجديد. دائما غتسناوني ديما غير الجديد ان شاء الله بحوله الى بغى سيدي ربي وخلانا في هذه الحياه ان شاء الله. غتشوفوا ديما الجديد معايا ان شاء الله، ووليد ديما راه معايا ويا منتقديه غتشوفوا جديد ان شاء الله وليد. وخليكم معايا وما تزابيوش وراكم في القلب، وما تنساوش لي جمال البنات. واللي ما تابوناش معايا تابونا معايا مرحبا به في القناه ديالي، وكنتمنى لي كومونتير باش نعرف راسي راه واش غاده مزيان ولا لا. شكرا بزاف، شكرا شكرا على الدعم ديالكم. كنموت عليكم وكنحماق عليكم وديما في القلب. موح عليكم.